وفي حد يبقى عنده لعيب في مانشستر سيتي او في بايرن ميونخ او في اليوفي ويتاهل اليورو وما ياخدوش؟ اكيد طبعا دي اكبر فرقه في اوروبا، صدرت او ادت لمنتخبات المشاركه في اليورو عدد كبير من اللاعبين. بمناسبه اليورو هنتكلم دلوقتي عن الدنمارك. الحقيقه اللي بفتكر طبعا قمه التالق ليهم كانت في نسخه 92 مع الاخوان لاودروب طبعا، اللي حققوا البطوله في وقت كانت الدنمارك اساسا مش مرشحه للمشاركه في بطوله اليورو، لكن الحقيقه تم استدعائها وشاركت وقدرت تحقق اللقب. خلينا نتكلم اكتر عن مشاركه الدنمارك مع تومي مولر نيلسن نجم الدنمارك السابق، وايضا هو بالمناسبه كبير كشافي فريق المان يونايتد. بدايه طبعا اهلا بك على شاشه النادي الاهلي في السادسه. ويلكم تومي مولر على الاهلي. خليني في البداية أسألك على مشاركة الدنمارك ورأيك في المستوى اللي قدمته الدنمارك في المباراتين اللي لعبتهم، قدام فنلندا كانت الخسارة 1-0 وقدام بلجيكا كانت الخسارة بنتيجة 2-1. أعتقد أن أداء الدنمارك كان لأن الدنمارك لديها اسم كبير في كرة القدم، لكن كرة القدم تعتبر بالفوز، ونحن خسرنا في المباراة الأخيرة، والمباراة الأخيرة ضد المنتخب الروسي ستكون مباراة قوية جدا. لذلك أعتقد أننا أدينا أداء جيدا في الشوط الأول ضد بلجيكا، ودينا أيضا أداء قويا، لكن كما قلت الأمر يعتبر بالفوز وثلاث نقاط. إنه من الأمر جيد أن نلعب على أرضنا، لكن كانت صدمة كبيرة لنا ونلعب أمام الجماهير، ولم نلعب أمام جماهير منذ مدة بسبب فيروس كورونا. طبعا الأداء كان جيد، لكن النتيجة كانت مخيبة للأمل، وأعتقد أن الفريق لديه فرصة. كذلك نعتقد أن لدينا فرصة أمام المنتخب الروسي لنتأهل. هل تشكيلة الدنمارك تسمح لها فقط بالتأهل للأدوار الإقصائية، ولا تعتقد أن المنتخب ممكن يكرر مفاجأة التسعينات ويوصل لمراحل متقدمة في بطولة اليورو؟ أعتقد أن هذا أمرا صعبا لتكرار هذا الإنجاز سابقا. كان الفريق في السابق عبارة عن فريق قوي جدا، وكان محظوظا أيضا، ولكن كلما عملت بشكل أكبر وكلما اجتهدت بشكل أكبر ستوفق في البطولة ويكون لديك أداء أفضل. لكن في الوقت الحالي لدينا أسماء كبيرة ولدينا تشكيلة قوية، لكن مررنا بلحظات صعبة، فلذلك الأمر مختلف عما حدث في الماضي. الأمر الآن بالنسبة للدنمارك صعب قليلا، ليسوا نفس اللاعبين كما لاودروب ومايكل، فبالتالي أعتقد أن أتمنى أن المنتخب يتأهل، لكن لا أعتقد أن هذا بالأمر الهين والأمر السهل، سيكون أمرا صعبا جدا طبعا. خليني أكلمك على إصابة كريستيان إريكسن. بداية طبعا يهمنا نطمن عليه، وعلى عهدة لاجازيتا ديل سبورت الإيطالية قالت أنه كريستيان إريكسن هيغيب عن الملاعب بشكل كامل لغاية نهاية العام. أعتقد أنه كان أمرا مروعا ما حدث لكريستيان إريكسن، وكانت صدمة للجميع، للعالم، في العالم ليس لمشاهدي كرة القدم فقط، لأن هذا الأمر أثر على اللاعب جدا وأثر علينا جميعا. لم تكن إصابة اعتيادية كإصابة الركبة أو أي إصابة يصاب بها لاعب كرة القدم، كانت إصابة غريبة بالنسبة لنا. حتى لو أجريت له عمليات سيكون الأمر صعب جدا، وهذا الأمر أثر على المنتخب بأكمله.
ان لاعب مهم ككريستيان إريكسن يصاب بأزمة قلبية، واعتقد انه يستطيع ان يرجع مرة اخرى، واذا عاد يلعب مرة اخرى فيظل هذا سؤال هل سيعود لنفس المستوى أجين؟ أتمنى أن يعود، وأتمنى أن يشارك مع المنتخب الدنمارك مرة أخرى، وأتمنى أن أراه في الملعب مرة أخرى. بعيداً عن منتخب الدنمارك، خليني أكلمك شوية، وأنا أعرف أنك أنت كبير كشافي، واحد من أكبر الأندية على مستوى العالم مش بس في أوروبا، المان يونايتد. إزاي تابعت البطولة؟ ومين المواهب الجديدة اللي لفتت نظرك أو شايف أن ممكن يكون ليها مستقبل كبير في عالم كرة القدم، أو من الممكن انتدابها على أقل تقدير للمان يونايتد في الفترة المقبلة؟ مين لفت نظرك في بطولة اليورو حتى اللحظة؟ أنا واحد طبعا من كشافي فريق مانشستر يونايتد. لدينا ثلاثة كشافين للفريق، أنا واحد من هؤلاء الثلاثة. أنا كشاف دولي ولست قائد الفريق في كل العالم. أعتقد أن لدينا لاعبين كبار جدا، كما في المنتخب البلجيكي أدوا بشكل جيد جدا، وأعتقد أن الجميع هؤلاء اللاعبين لديهم مستقبل قوي جدا. وأعتقد أن العديد من اللاعبين الشباب كما لاعبي الدنمارك يلعبون في العديد من الدوريات الكبرى والأندية الكبيرة في أوروبا. أعتقد أن لدينا كثير من الأسماء. دورك ككشاف في المان يونايتد بيبقى مقتصر فقط على متابعة البطولات الكبيرة زي كأس العالم، زي اليورو؟ هل بتتابع بطولات قارية؟ يعني عملية استكشاف المواهب أو اختيار المواهب اللي من الممكن أنك ترشحها للانضمام للمان يونايتد إزاي بتحصل؟ بالطبع عملية اكتشاف اللاعبين ليست بالعملية السهلة. أعتقد أن عمل الكشاف لما يكون مع نادي كبير كمانشستر يونايتد يكون مختلف تماما عن التحليل أو العمل بأي نادي آخر، لأن اللاعبين الذين يتم وضع الأعين عليهم يكونون يعلمون جيدا أنهم يأتون إلى نادي كبير، فبالتالي عملية الكشف عملية صعبة وتكون على مستوى العالم من أقصى العالم إلى أقصى. أهم الأسماء اللي أنت اكتشفتها وانضمت بالفعل لمانشستر يونايتد. من الصعب جدا أن أقول، لأن هذا الأمر خاص بالنادي. لو ظهر لعيب للنادي فلدينا فريق آخر يتسلم هذا اللاعب ويعمل عليه. فإنها عملية كبيرة ليست معتمدة على شخصي أو شخص واحد. فبالتالي أعتقد أن الأمر صعب جدا بالنسبة لي أني أفصح عن هذه الأسماء أو هذه الشخصيات وهذه العملية بالتفصيل. ويظل هذا الأمر أمر سري خاص بالنادي، لا أستطيع حتى يأذن النادي. تومي نيلسون نجم الدنمارك السابق وكبير كشافي فريق مانشستر يونايتد، بشكرك شكرا جزيلا عن انضمامك لينا في السادسة، وبشكرك على وقتك في ظهورك طبعا على شاشة النادي الأهلي. روح لفاصل وكلام كتير عن المواجهة المنتظرة طبعا يوم السبت اللي جاي اللي تجمع بين الأهلي والترجي التونسي في مباراة العودة مع واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمود صالح، هيشرفنا في السادسة بس بعد الفاصل. We'll be right back.